هتكلم على برج من الأبراج الهوائية. برج هنقول له كل سنة وانت طيب. برج صاحب الكاريزما وصاحب الضحكة الحلوة. يعني أنا أعتقد كده فريد الأطرش غنى لهم يا أبو ضحكة جنان. برج عنده عدل، ما بيحبش يأذي حد، حتى لو بعد عن حد بيحبه عشان أذاه بيبعد، وحتى ما بيجيبش سيرته في حاجة وحشة أبدا. البرج دوت بيعرف يلبس حلو قوي، لأن هما ينفعوا يبقوا مصممين أزياء. ما بيبانش عليهم سنهم، يعني ما بيكبروش، والدليل على كده عمرو دياب من مواليد البرج ده. طبعا البرج دوت برج طيب وبيحب صحابه جدا، وبيحب عنده روح وكاريزما عالية، وعنده بيحب الـ يعني ايه الاجتماعيات، يعني بيحب ان هو يبقى مع صحابه.